أهلا بكم في قناة How To. هل ترغب بإنشاء اختبارات وكويزات بشكل ألعاب إلكترونية ممتعة؟ سنتعرف في هذا الفيديو على شرح لموقع quizzes.com. سنتعرف على كيفية التسجيل بالموقع وإنشاء ألعاب إلكترونية شبيهة باللعبة التي بدأنا بها هذا الفيديو، فتابعونا. في البداية ندخل إلى موقع quizzes.com. ستجد رابط هذا الموقع في أسفل الفيديو، في وصف الفيديو. نذهب إلى sign up، تسجيل في الموقع. نختار الإيميل أو نكتب الإيميل الخاص بنا. بعد ذلك نختار إذا كنت معلم تضغط على teacher، أو طالب student، أو إذا كان لديك أي نوع من أنواع الأعمال أو البزنس يمكنك الضغط على business. بعد ذلك نقوم بإكمال البيانات، نقوم بتسجيل معلومات الخاصة بنا. بعد إنشائنا للحساب يمكننا الآن مشاهدة الألعاب المتوفرة في الموقع واستعراضها. يمكنك استعراض أي لعبة من أنواع الألعاب، وكل لعبة تحتوي على أسئلة وكويز خاص بها، أو بإمكانك إنشاء لعبة خاصة بك وإرسالها إلى الطلاب أو من ترغب بذلك. نذهب الآن إلى Create a New Quiz. نكتب اسم الاختبار أو اللعبة التي نرغب بها وهو خاص بنا. نختار موضوع هذه اللعبة. نضغط Next. الآن نقوم بكتابة الأسئلة التي تحتويها هذه اللعبة. Multiple choice، اختيار متعدد، أو اختيار الإجابة الصحيحة، أو ملاء الفراغ، أو كتصويت، أو إجابة طويلة. سنقوم باختيار Multiple choice. يمكننا كتابة السؤال الذي نرغب به. ونضع الإجابات. بعد ذلك نختار الإجابة الصحيحة ونضع أمامها إشارة صح. بعد ذلك نقوم بحفظ هذا السؤال. يمكننا أيضا تحديد مدة زمنية لهذا السؤال، 5 ثواني، 10 أو أكثر. طبعا الاعتيادي هو 30 ثانية. يمكننا أيضا وضع سؤال جديد، fill in the blank.
ونضع هنا الإجابة الصحيحة. بعد ذلك أيضا نقوم بحفظ هذا السؤال. يمكننا أيضا بعد كتابة الأسئلة التي نرغب تعديل اختيارات أو خصائص هذا الاختبار أو الكويز. نضع صورة خاصة به، الاسم، هل هو عام public أو خاص بفئة معينة أنت ترسل لها رابط هذه اللعبة أو الكود الخاص بهذه اللعبة، لغة هذا الاختبار هل هي إنجليزية أو عربية أو أي لغة أخرى، المدة الزمنية لأسئلة هذا الاختبار أيضا يمكنك تعديلها. بعد الانتهاء نقوم بالضغط على Done. بإمكاننا هنا اختيار الصورة لاختيار اللغة. نختار الصف المناسب، وهل هو هذا الاختبار عام أم أنه خاص لصاحب الاختبار أو منشئ الاختبار. بعد ذلك نضغط على سيف. الآن أصبحت هذه اللعبة جاهزة، يمكننا فورا بدء اللعب، ويمكن لأكثر من لاعب التنافس ما بينهم وإظهار أسماءهم مع نتيجة كل واحد منهم. سنقوم بالتجريب. Play quiz. هنا يعطيك النقاط مع الترتيب. وصلت لكم الفائدة والمعرفة. لأي استفسار أو تعليق يمكنكم كتابته على صفحتنا على اليوتيوب، وشكرا لكم.